حنان شو حال مشي حمار الأمين شلاوي آني محكي لإيش عمر ملقينا العشبية ويماري يا بابي قروا لعدانا مشابح برونو دم شابح لخبرونو داخكم يا وتلش ولطانة اللي تكل بنينا شام دي والخايد تاكل أنماني دي واللوخ طالع وخايد الأبد آني لاي دي ذي لخ آيتي وتآلى الحقوثة بالخوذو قاوت كم شبر التقيش وعم شيحان أنا كم شبح النغب أرى وأوادت كم يوتي وذلي وكم كم لني وآي الدام شابح لي يا بابي الجيبو بوشو حد إثوالي الجيبو قم بريت العلمة مذيلي شموت أبني ناشا أني دي واللغ طالي من علمة دي يخواوا وطالي كم يوتي وانطيري تنيثو دها إذيلي كل من دي واللغ طالي من الجيبو خيلي تنيت دي واللغ طالي ويلالي طاليهن وآني قبل لي إذيلي بحقوسة من جيبو خبلطلي مهي منيت آي كم شطرتي وأنا قلب نمبدى ليهن لام بدل علما بهذا ورفع عينيه إلى السماء وقال يا أبتي قد أتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك كما أعطيته السلطان على كل بشر ليعطي لكل من أعطيته له الحياة الأبد وهذه هي حياة الأبد أن يعرفوك أنك أنت إله الحق وحدك والذي أرسلته يسوع المسيح أنا قد مجدتك على الأرض أن العمل الذي أعطيتني ليعمله قد أكملته والآن مجدني أنت يا أبتي عندك بالمجد الذي كان لي عندك من قبل أن يكون العالم قد عرفت اسمك للناس الذين أعطيتهم لي من العالم هم كانوا لك ولي أعطيتهم وقد حفظوا كلمتك والآن علمت أن كل ما أعطيته لي هو من عندك لأن الكلام الذي أعطيته لي قد أعطيته لهم وهم قبلوا وعلموا حقا أني من عندك خرجت وآمنوا أنك أنت أرسلتني وأنا أطلب من أجلهم لست أطلب من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتهم لي لأنهم لك وكل شيء لي هو لك والذي لك هو لي وأنا ممجد فيهم The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. John When Jesus had spoken these words He lifted up his eyes to heaven and said Father, the hour has come Glorify the Son, that the Son may glorify thee, since thou hast given him power over all flesh, to give eternal life to all whom thou hast given him. And this is eternal life, that they know thee the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. I glorify thee on earth, having accomplished the work which thou gavest me to do. And now, Father, glorify thou me in thy own presence with the glory which I had with thee before the world was made. I have manifested the name to the man who thou gavest me out of the world. Thine the way.
And thou gavest them to me, and they have kept the word. Now they know that everything that thou hast given me is from thee. For I have given them the words which thou gavest me, and they have received them, and know in truth that I came from thee, and they have believed that thou didst send me. I am praying for them. I am not praying for the world, but for those whom thou hast given me. Ushuha lalaha daimusa. والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أخوتي أخوات المشتركين معي في هذه الذبيحة الإلهية اليوم نرفع صلاتنا بهذا الأحد السادس من زمن القيامة من أجل أن يرفع ربنا وإلهنا هذا الوباء من عندنا ويرحم جميع موتانا ويشفي أمراضنا ويشفي جميع المحتاجين إلى نعمة يسوع. وبالأخص نذكر اليوم راعي أبرشية أوروبا، إرسالية أوروبا كلها وكنائس أوروبا سيادة المطران سعد سيرو. نصلي له الله يشفيه لأنه هم هو أنصاب بمرض فيروس كورونا. فنرفع صلاتنا من أجله، من أجل جميع أساقفتنا، من أجل كهنتنا وكل خدام بيت الله أو بيت الله الكنيسة. اليوم إنجيل كثير حلو. إنجيل يوحنا آخر فصول، ثلاث فصول الأخيرة بعد القيامة، يسوع كان يجلس مع تلاميذه ويبدي يشرح لهم قضايا عن الملكوت. ظهورات يسوع كانت لتثبيت التلاميذ بقوة مع بعضهم البعض، حتى ان هم راح يحملون هاي الرسالة. فمن يحملوها الرسالة فيحتاجون قوة ودعم. اليوم يسوع يصلي من أجلهم. ماذا قال؟ الحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنك أنت الإله الحق وحدك. فإذا شنو هي الحياة الأبدية؟ أن نعرف الله إنه إله الحق. يوحنا أنطانا صلاة يسوع هذه، إذا شوية نتعمق بيها لا شك أن الإنجيلي رتبها فجعل يسوع يقول: ويعرف يسوع المسيح الذي أرسلته. مع ذلك إصالة واضحة بهذا الموضوع، صلاة طوعية جاءت بطريقة عفوية فكان مصوغة أو مثل نشيد رفعه اليوم يسوع. صلاة يسوع الكهنوتية اليوم يتكلم أولا عن ذاته، يصلي أيضا من ذاته، يفرجينا يسوع من هو اليوم. وأيضا القسم الثاني من الصلاة اللي بيرفعها يسوع هي ماذا قرأنا بالنص؟ أنا أصلي من أجل التلاميذ ولست أصلي من أجل العالم. رح نجيها النقطة كثير مهمة. والنقطة الأخيرة من هاي الصلاة اللي نتأملها أنه ربنا يصلي من أجل الوحدة، وحدة الكنائس، وحدة العوائل، الوحدة كثير محتاجيها. يسوع شرح لنا بداية الصلاة، لا يصلي يسوع أولا من أجل العالم، بس اليوم يسوع دي يفكر وصل رسالته إلى التلاميذ وعرفوا التلاميذ من هو يسوع من خلال هاي الصلاة اليوم اللي رفعها من أجلنا. اليوم محتاجين احنا هاي الصلاة، وبالأخص اليوم يسوع هو حاضر معنا. اليوم يسوع عرفنا من هو الله الآب بالطبيعة الإنسانية الموجودة بيسوع المسيح. لا تخافوا، فيسوع لما اجى على الأرض كإله، اليوم يسوع إذا نفكر بينه ليش اختار امرأة
يولد من عندها كان يقدر يجي يسوع من from nowhere كإنسان ويبشر منه أصله منه فصله ما حد ما يعرف المهم يبشر بكلمة الله يوصل كلمة الله مثل حال الأنبياء بالعهد القديم اللي أجوا قبل يسوع بس يسوع اختار أم له لأن حتى يكرم الأمومة يحفظ المرأة ويرجع كرامتها هاي نقطة ويسوع عرفنا هذا الآب بالطبيعة الإنسانية لأنه يسوع هو الله والله الآب هو الله الآب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله فإذا إذا بدنا نتكلم عن يسوع بدنا نتكلم بالطبيعة الإنسانية فصلاة يسوع اليوم هي التشجيع والتثبيت اليوم إحنا محتاجين هذا التشجيع وهذا التثبيت بإيماننا بالرغم من هاي الظروف الصعبة وإن شاء الله بنسمع أخبار جيدة أنه إن شاء الله راح تنفتح الكنائس وتنفتح المكانات العامة مرة ثانية نلتقي بس خلال فتحة الكنائس واللقاءات العامة اللي صراحة تصير والتجمعات ما نرجع إلى الحياة الماضية شلون كنا نعيشها لازم نكتشف حياة جديدة مثل البارحة في لقاء الثقافي كنا قاعدين بينه أنه ولادة جديدة بعد هذا المخاض فنحتاج هاي الولادة فيسوع من خلال هاي الصلاة اليوم ده يرفعها من أجلنا حتى يثبتنا مثل ما قال النص لا أصلي من أجل العالم أنه ما معناته يسوع يردل أو ينفذ العالم لا بينما يهتم يسوع بخاصته لأنه خاصته هم التلاميذ اللي إجوي اللي اختارهم يسوع فهؤلاء التلاميذ هم راح يكونون بذرة نواة خميرة بالعالم فاليوم إحنا صرنا تلاميذ يسوع من خلال إيماننا من خلال قوتنا وثباتنا ونؤمن بيسوع أتى وصلب ومات وقام في اليوم الثالث هذا هو إيماننا إحنا اليوم يسوع قال أنهيت عملي عمل شنو إجا يسوع فإذا كان عنده رسالة رسالة احنا دا نتكلم كيسوع انسان ما نتكلم كإله يسوع اساس صلاة يسوع ان نسلم ذواتنا بكليتها الى الله في اي وقت كان الى النفس الاخير وبعدها نكون مثل ما نقول قمنا بواجبنا اذا سلمنا يسوع اعطى كل كيانه كل ذاته كل حياته انه خلاص البشرية انه أتممت العمل الذي أعطيته لي إنان هاي الرسالة لو كل واحد من عنده رسالة ليكملها هاي الرسالة لو لا فكثير مهم أخوتي أخواتي اليوم نفكر بكلمة الله بحياتنا نفكر أنه لازم إحنا مثل السمكة اللي تستطيع أن تسبح عكس التيار لأن إذا سبحت ويا التيار أكو شبكة رح تصيدها فإذا سمحت عكس التيار لأنه الصياد ما يخلي شبكة مالته ويا عكس التيار يخليها ويا التيار حتى قد ما سمك يجي يمسكها فالسمكة إذا تريد تخلص تسبح عكس التيار فإذا إحنا نريد نخلص لازم نسبح عكس التيار اللي إحنا دا نعيشه تيار العنف تيار الاضطهادات تيار كل الغير قانونية تيارات الخطيئة اللي حوالينا تتعيشها فلازم نسبح احنا عكس التيار وخلي نكون احنا عكس البشر خلي نكون غير البشر احنا خلي يكون علينا انتو غير شكل تعيشوا ما يخالف بس لازم نكون مؤمنين بكلمة الله وبحياتنا اختم معاكم اخوتي اخواتي بقصة قصيرة نقول اخوة اثنين اصدقاء اثنين مثل عايشين في شقة رومي يقسموها هاي شقة بيناتهم وهاي الشقة واقعة نقول في الطابق 60 فالعمارة من 5 الصبح إلى 12 بالليل أكو مصعد يشتغل ورا 12 بالليل المصعد ما يشتغل لأنه حتى الناس بالعمارة لا يسمعوا صوت المصعد صاعد نازل فيبقى إلا الحالات الطارئة فهذول الاثنين رجعوا متأخرين ورا 12 بالليل وزين هم قاعدين بالطابق الأخير طابق 60 فشون راح يصعدون إلى شقتهم وجايين تعبانين فواحد للآخر قال خل قضي صعدتنا بالحكي
وبنفكر بالطوابق اللي دن احنا اللي دن نصعدها. فقال نقسم العمارة إلى ثلاث مراحل. أول 20 طابق راح نتكلم نكت ونضحك، واحد يقشمر على الله، واحد يصنف على الله حتى نخلصها. والقسم الثاني من الطوابق 20 الأخرى نتكلم قصص طويلة، قصص مفرحة، مثلا تعرفت على بنت حبيتها وعشنا حياة حلوة، أو عملنا خطوبة وعملنا زواج كوننا عائلة، وشون تعرفنا وين التقينا وشن هي المواقف المضحكة، نتكلم بين الطرفين هالاثنين الشباب. الآخر 20 طابق نتكلم عن حياة المحسنة الأليمة، مثلا فقد والد، فقد والدته، فقد شخص عزيز علينا، أو صار حالة طلاق، أو حالة مأساة بين الحياة العائلة، أو واحد من أولاده تمرض، وغيرها من القصص الطويلة اللي حتى يلهون نفسهم لما يوصلون للشقة مالتهم. وأخيرا وصلوا إلى الطابق الأخير، واحد يباع بالآخر يقول إحنا وصلنا، الأخ يقول له صحيح وصلنا بس مفتاح الشقة وقع بالطابق الأول، شلون؟ مرة ثانية راح ننزل ونصعد حتى نجيب المفتاح. مفتاح الشقة هو كلمة الله. حكينا، نكتنا، صنفنا، حكينا قصص حلوة، قصص مؤلمة، بس ما ذكرنا كلمة الله بحياتنا. كلمة الله كثير مهمة، فمفتاح خلاصنا، مفتاح شقتنا هي كلمة الله. أحد مبارك أخوتي، ونعمة الرب دائما تكون معكم. آمين. Oh, yeah.